تكون حريص ان انت تكون موجود اثناء التصوير. انا من اول عمل ليا اللي هو كان برضه نصيبه واسمتك واحد، وده من سنين، من 2016. لما نجح العمل انا كنت مهتم في اي عمل بعد كده ان انا اشوف ايه اللي نجح العمل ده واكرر نفس البوينتس اللي فانا لقيت ان انا وجودي في اللوكيشن، خصوصا طبيعه نصيبه واسمتك، انا المؤلف ثابت والمخرجين بيتغيروا، تمام، فتحس ان انت الاب الشرعي للعمل كده لانك انت اللي ثابت، انت المسؤول، او انت المسؤول بالظبط. وانا بتعامل في اي عمل ان انا مش مؤلف على قد ما انا عنصر من العناصر اللي بتدير هذا المشروع، لان مهما كان المؤلف هو اكتر حد عارف طبعا الدراما راح فين، وخصوصا بقى في الاوقات الضيقه. واحنا الحمد لله ما شاء الله وقتنا كلها ضيق، الوقت ضيق عندنا مشغولين دايما، فدايما بيبقى المؤلف هو اللي عارف الشخصيات راحه فين وجايه منين، الدراما راحه واصله لفين. في جمل ممكن الممثل يقولها وتعدي على الكل انه عادي، انه صح، عاديه بالظبط، قالها صح، ما هي مكتوبه كده، بس احساسها بس ما قالهاش من الاحساس الصح، وتفرق جدا، تفرق في المشهد، تفرق في الدراما. انت الواحد كمؤلف بيقعد يحط حاجات علشان يبني لامور معينه قدام، ترمي حاجات كل الوقت علشان قدام تسيب رد فعل معين، رد فعل مختلف. الحاجات اللي انت بترميها دي مش لازم يبقى مشهد، ده ممكن تبقى جمله، ممكن يبقى رياكشن واحد، احنا قاعدين بنتكلم مع بعض فجاه زغرتي لي انت مثلا اي حد بيتفرج على اللقطه دي هيقول الله في حاجه مظبوط، ممكن انت ما تعمليش تقولي الجمله من غير رياكشن يبقى ما حصلش الاحساس ده. اوكي، عشان كده وخصوصا في الاوقات الضيقه مهم ان المؤلف يكون موجود. انما لو عندك فرصه انك تحضر وتقعد مع المخرج فترات طويله وتقعدوا على كل شط وكذا وتتفقوا مع بعض، ونتفق مع بعض ان هنا خلي بالك في كذا وهنا في كذا وهنا في كذا، بيبقى الموضوع طبعا اسهل. امتى اتخانقت بقى حد حاول يعدل في سكريبت او يعدل في كلام وانت رفضت؟ لا، هم الناس بتشتغل معايا عارفين في بعض مره حصل موقف ايوه مره حصل موقف، كانت في ممثله انا كان عندي دور عجبني الكاركتر بتاعه، وشفت حد كان بعت لي فيديوهات لممثله جديده شفتها الكاركتر قوي، فقلت لهم انا عايز الممثله دي، فمش عارفين يوصلوا لها، المهم جابوها، بقت مبسوطه جدا، وجينا انا بعمل بروفات ترابيزه دايما، ففي بروفه الترابيزه فهي جت قعدتها جنبي، فانا ببص في السكريبت بتاعها، هي مش عارفه ان ده هيحصل، فلقيتها ايه مشطبه على كل اللي انا كاتبه وكاتبه جمل من عندها. بتعدل هي بتعمل ايه؟ هي بتكتب الجمله زي ما هي حاسه، ما تعرف تقول، لان هي اصلها مش مصريه وفلسطينيه اعتقد حاجه زي كده، وعاشت بره في اوروبا كتير، ففي كلمات الاكسنت فبس دي كانت ليله سودا طبعا. انت بتعملي ايه؟ والا هو ده ورقي اللي انت عامله فيه كده ده؟ طب هل اقتنعت بعد ما قالت لك انا مش عارفه اقول الكلام ده غير بالطريقه دي؟ طبعا وحصل، انا طبعا يعني انفعلت جدا عليها وقلت لها ده ما ينفعش خالص، ولو انت هتكتبي اكتبي المسلسل كله، انت مش دورك بس بقى، تعليمتيني بقى. الحقيقه هي طبعا بنت انزعجت جدا وهي رقيقه جدا، بس انا اتضايقت لان ما حدش يعمل كده. هو بص، هو انا من يمكن من تعاملي او من وجودي مع الناس الكبيره بقى، الاساتذه الكبار، استاذ محمود ياسين الله يرحمه، استاذ محمود عبد العزيز، استاذ احمد زكي، كنت بشوفهم بيعملوا ايه، فكنت بشوف ان هم ما بيغيروش في الكلام، هم بس في مصطلح ممكن يبقى تقيل في اللسان بس بيجيب نفس المعنى، يعني ممكن يقول لك يلا بينا او يلا نقوم يعني، بس ما بيكتبش الجمله من كل 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 يعني في كل حلقه يبقى في، حتى في المسلسل نفسه ابتدينا فوق في حلقات بتبقى حلقات بطله للمسلسل، وجوه الحلقه في مشاهد بتبقى بطله للحلقه طبعا، وجوه الجمله الحواريه في جمل بطله طبعا، انت ما تقربش لدول بس، لا طبعا، انما طبيعي. لو قلت لي بدل مساء الخير مساء النور يعني مش معقول، او يلا بينا بدل كذا، انا عشان كده بقول لك الاساتذه دول ما كانوش بيعدلوا، سنسيتيف شويه، فيها تعب متعوب عليها، جمله المؤلف ما فكر فيها، مش لازم انا، اي مؤلف بمناسبه الجمله. بس عايز اقول لك بس على البنت دي قبل ما لسه عايشه؟ لا لا موجوده، بس انا عايز اقول لك ان بعد ما خلصت المشكله وهي شرحت وجهه نظرها، انا قعدت معاها على دورها كاملا، عدت كتابتها وعدت كل الكلمات اللي بتقف معاها، اي كلمه، لانه يعني ده مصلحتنا كلنا في النهايه، لان هي لو كل كلمه اتلعثمت فيها هي هتتوتر،
التصوير هيتاخر فبقينا في فده مهم قوي الحته